الذي اكتسب منذ نشأته صيتا عالميا يعكس التطور الحضاري والعمراني الذي تعرف مدينة الأنوار عاصمة المملكة المغربية، تنفيذا للرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. Oui, bonjour. Alors, je suis Jean-Jacques Cachou, je suis délégué technique pour World Athletic et je viens sur l'édition de cette 7e édition du marathon de Rabat pour évaluer l'ensemble de l'organisation qui demande à avoir des labels internationaux un peu plus huppés, montés dans la grille de ces labels. Donc, pour l'instant, de tout ce que j'ai pu voir, tous les signaux sont au vert, la documentation et puis toutes les informations que j'ai pu récolter sont excellentes. Donc, pour l'instant, tout se passe au mieux. Et demain, on devrait avoir une très belle course. Globalement, je sais qu'il y a eu quelques petites retouches au niveau du parcours, mais il sera encore plus roulant et donc propice à de très belles performances. شكرا. اليوم كانت ندوة صحفية لتقديم طبق العدائين المشاركين في النسخة السابعة لماراثون الرباط الدولي المنظم من طرف الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالحمد لله الأجواء كتبشر بالخير، أجود العدائين كانوا حاضرين، ندوة دازت في يعني جو جد رياضي. إن شاء الله هاد العدائين واجدين غدا للماراثون اللي هاد السنة عرف واحد التغيير جذري من ناحية ديال المطاف كيف ما قلتوا. فعلا فهنا الغدا إن شاء الله مطاف جديد للماراثون، مطاف جديد لنصف الماراثون، كذلك للعشر كيلومترات. هذا المسار غادي يجول في شوارع العاصمة، في شوارع مدينة الرباط، في أرقى شوارعها، كذلك غادي يمر بأهم المآثر التاريخية للعاصمة، كذلك بمعالمها الحضارية. كنتمنى أن المشاركة تكون مكتفة، والحمد لله من بعد ما لحد هاد الساعة دي فالحمد لله المشاركة هي جد مكتفة، غادي تفوق 20,000 مشارك ومشاركة حسب يعني التسجيلات المسجلة لحد الساعة. فأهلا بكم بماراثون الرباط الدولي، أهلا بكم بمدينة الأنوار، أهلا بكم بالمملكة المغربية، أرض السلام، أرض التسامح. المقيمة القيام مشاركة في ماراثون الدولي لمدينة الرباط في النسخة ديال السابعة والحاصلة كذلك على المرتبة الثانية السنة الفارطة. هاد السنة حاولت أنني نشتغل على نقاط الضعف ديالي والأخطاء اللي درت السنة الفارطة باش إن شاء الله هاد العام تكررش وتكون نتيجة إيجابية أحسن إن شاء الله. معكم محمد كريم، رئيس اتحاد جمعية مساندة للفرق الوطنية. ما يخفاش عليك بأن احنا الدور ديالنا حاليا كمساهمة في حضور أي لقاء في الرياضة، لأن الرياضة هي
السفير الأول للمملكة المغربية عبر القارة الإفريقية وعبر العالمية، وراء الرياضي الأول محمد السادس نصره الله. واليوم كنتشرفوا بالحضور بدعوة من الجامعة الملكية المغربية العبقيوة إن شاء الله باش يكون الدعم إن شاء الله كجماهير في الماراثون، كما حضرنا في المنتخب الأول وفي اللبؤات الأطلس احنا حاضرين إن شاء الله، وإن شاء الله باش ننميو الرياضة ونكونوا قدوة لهذا البلد العزيز. ちょっと足を怪我してはいるんですけれど初めてモロッコに来たのでいろんな観光を兼ねていろんな綺麗なところを 見ながら楽しく走りたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。